استخدام مصطلحات الآخرين التي تحمل معاني ضلال لا تستخدمها أنت ولو بنية صالحة. أنت تقول نيتي صالحة، أنا فلان شفته متدين يعني قريب شفاف جدا أسميه عارف بالله، شكو بيها؟ أقول لك ماكو إشكال علمي في الموضوع، خلافنا مو في المصطلح نفسه، فيما يحمله المصطلح من آثار سلبية. أنت لما تستخدم مصطلح التصوف عارف بالله ترى مو مصطلحنا، ارجع إلى القرآن الكريم لا تجد الله عز وجل مدح عد أحدا من أنبيائه ورسله بأنه عارف به. أقصى مدح لله عز وجل لأنبيائه ورسله أنه كان عبدا من عبادنا، كان عبدا شكورا. إن إبراهيم لأواه حليم، هذا مدح الله عز وجل لإبراهيم شيخ الأنبياء وأبو الأنبياء، ما قال عارف أبدا. تعبير عارف بالله هذا مو لغة قرآنية ولا مصطلح قرآني. كذلك ارجع على الروايات، تجد في الروايات أئمة الهدى عليهم السلام مدحوا أحد أصحابهم بأنه عارف بالله، أبدا لا تجد ذلك. إنما تجد هذا المصطلح كما ينص عليه البحاث والبحاثة في تاريخ التصوف، يقول أن العرفان والعارف بالله هذه مصطلحات نشأت مع التصوف. إذا مصطلح تصوف احنا شن نبي؟ هل نحن فقراء في المصطلحات؟ تريد تمدح واحد تقول هذا عبد من عبيد الله الصالحين، كما مدح القرآن الكريم أنبياء، هذا عبد صالح، هذا عبد متقي، هذا ورع، قل هكذا. أما أن تستخدم عارف بالله فقد أدخلت نفسك في دهليز، وأدخلت من سمع منك الموعظة أيضا. إذا إحنا نتكلم مع الناس أدخلناهم في أيضا مشكلة، لأنه أوحينا إليهم أن هذا المصطلح مصطلح شكوبي لا بأس به، فالمصطلح يأتي إلى حياتنا ويدخل إلى ثقافتنا متسللا بكل أباطيله وبكل لوازمه الباطلة. المانع معرفي من استخدام هذه المصطلحات. أرجع وأقول الحذر، الحذر من الانفتاح على تلك الكتب الملوثة التي لا تزيدك إلا بعدا عن أهل البيت عليهم السلام. عرفان، تصوف، فلسفة إلى آخره، هذه ليست من مما دعا إليها أهل البيت. أهل البيت يكتفون ويكفون، يكتفون بالقرآن ويكفون الناس كل شيء، ما عندهم شيء ناقص.